وسعيدين اليوم ان ساره عايض العتيبي موجوده معنا في الاستوديو عشان تكلمنا عن تجربتها. صباح الخير يا ساره ويعطيك العافيه. صباح الخير يا ساره. العام انت بخير. صباح النور. يسعد صباحك. وصباحكم. عاد انا غريب اصبح على ساره وانا ساره. المشكله انا ما قلت ساره، انتم كلكم طالعتوا. ايوه ايوه كلنا طلعنا. اول شيء يسعد صباحك وكل عام وانت بخير، حكينا كيف عيدك كان في الامارات؟ وانتم بخير وصحه وسلامه. والله عيدي في الامارات كان تحدي بالنسبه لي. يعني عايشت فيه أكثر من أزمة، بين حل رمضان وأنا بعيدة عن أهلي، وجاء العيد وأنا بعيدة عن أهلي، بس لقيت لي أهل من خلال تطوعي في خلال برنامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، احتواني وأهل الإمارات أهل كرم وطيب، فأنسوني في وحدتي وسببوا لي يعني ملؤوا جزء من حياتي. يعني صدق لقيت فراغ في أهلي مو متواجدين، لكن لقيت لي أهل ثاني عوضوني. بس كيف دخلتي معاهم؟ يعني إيش جاء في بالك أنك تشتركي من البداية؟ يعني حكينا من القصة من أولها. إيه أنا بحكم أن جينا من لندن وتواصلنا مع السفارة وعطيناهم بياناتنا وكذا، فما حظيت أن اسمي يطلع مع الناس اللي أجلوهم. إيه فمن هنا يعني الأزمات تصنع لك فرصة، قلت لازم ألقى فرصة أشغل نفسي، ما أستسلم أني جلست خلاص أحط يدي. فكنت أتابع برنامج قلبي اطمئن مع غيث، وهذا البرنامج صراحة عزز فيني. يعني حنا بطبيعة جبلتنا البشرية كلنا نحب، بس قليل منا هم اللي يقدرون على الرحمة والعطاء. فغيث يعني لامس هذه المشاعر فيني، فلما شفت البرنامج جلست أراجع نفسي، قلت ورا ما أتطوع وأشغل نفسي في أعمال زي كذا وأنشر الوعي للناس أحسن لي من أكون جالسة بروحي. فبادرت بالاتصال مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وما قصروا معي بصراحة، يعني أكرموني ورحبوا فيني بكل صدر رحب. الله يعطيهم العافية. طيب إيش طبيعة عملك وإيش النشاطات اللي تقدمينها مع الهلال الأحمر؟ طبيعة عملي ميداني، يعني كنا ننزل الساحات اللي فيها أكثر الناس ننشر الوعي ضد فيروس كورونا، واكتشفت أن الشعب الإماراتي والمقيمين في دولة الإمارات عندهم وعي ودركين بحجم هذه الجائحة، فما كنا نلقى صعوبة في التعامل معهم، يعني كانوا متعاونين معنا. فكان عمل بالنسبة لي أضاف لي سعادة وبصمة حلوة في حياتي. يعني بس كيف كان نشر الوعي؟ هل كان في أماكن معينة مثلا توقفوا فيها ولا تروح تكلموا الناس؟ يعني التفاصيل اليوم العادي لما يجون في السوبر ماركت نوزع لهم الجلافز، نغير نقول لهم كذا ساعات لازم تغيرون تمسحون، فكانوا عارفين هذه الإجراءات. ممتاز. فمتعاونين معنا، يعني لما تلقي الناس مدركة وشعب مدرك هذا الشيء يريحك ويزيدك سعادة انك واثقه في عادة كنت تتطوعي زمان لاعمال زي كذا ولا هذه اول مره؟ والله انا هذه اول تجربه اخذها بحياتي، فتجربه كانت حلوه موفقه من توفيق الله علي. لان هذا استلهام اخذتها ساره. لكن ايش الصعوبات اللي انت لقيتيها في عمليه التطوع؟ صعوبات واجهتها؟ والله انا ما لقيت صعوبات صراحه. يعني اكيد احد حيسال انه ما خفتي؟ يعني ما خفتي احد؟ احنا مثل ما قال ولي العهد معاكي سمو الامير محمد بن سلمان، مقطع كلامك، انه همه السعوديين مثل جبل طويق. يعني احنا شعب ما نخاف الصعب، يعني وقت الازمات ما دام ايماننا بالله قوي وارادتنا نتوكل على